اهلا مشاهدينا الكرام، مشاهدي انفاس بريس في المغرب وخارج المغرب. طبعا للاسبوع الثاني سوف تدخل الحرب الروسيه في اوكرانيا بما تخلف لحد الساعه من دمار وقتلى وانهيارات وتفجيرات وعدد من الامور كلها عسكريا. طبيعه الحال يبقى الرهان بالاساس عندنا، والتحدي الكبير هو كيف ممكن انقاذ الآلاف من الطلبة المغاربة الذين يدرسون هناك بمختلف الجامعات بمختلف المدن الأوكرانية. تبقى حالة الاستثناء التي نتابعها عن كثب وأيدينا على قلوبنا هي وضعية أزيد من 30 طالبا مغربيا بمدينة سومي. سومي هذه التي تقع جغرافيا ضمن شمال أوكرانيا وتعد مدخلا ومعبرا للقوات الروسية نحو العاصمة كييف. سوف يكون لنا اتصال بعد قليل بأحد المواطنين العراقيين واسمه أستاذ محمد، الذي يقوم بعمل جبار من خلال يعني معاشرته لعدد من المغاربة ويشتغل هناك بجانبهم بشكل مكثف. نبغي يعني تعطينا الأوضاع ونحن ندخل الأسبوع الثاني من الحرب الروسية على أوكرانيا، وكيف هي وضعية الجالية العربية عموما والجالية المغربية أو الطلبة المغاربة بالخصوص؟ تفضل. شكرا جزيلا لك على الاستضافة. الأوضاع كما كانت صراحة بالنسبة لكن شوية كانت كتسوء هذه الأيام، حيث القصف قرب شوية على مركز المدينة. اليوم الصباح كان قصف يعني في نطاق المدينة، سنتر المدينة خلينا نقوله. وبالنسبة للأوضاع الإنسانية هي بدأت تسوء شوية. اليوم كنت خرجت للسوق وتقريبا يعني المواد التموينية كانت تقل شوية شوية، الماء ما كاينش تقريبا، الترانسبور كان يوم يخدم يوم ما يخدمش يعني حسب الأوضاع الأمنية. فيعني مسألة بقائنا في هذه المدينة لفترة طويلة ما غاديش تكون يعني ممكنة، حيث أصلا يعني كاين أيضا، خلينا يعني نتفكر أنه كاين أيضا قلق وضغط نفسي على الطلاب، حيث هم يعني كيسهروا الليل ما يقدروش ينعسوا، كاين اللي خايف، كاين اللي يبقى في التليفون باغي يخرج، فكاين هذا الضغط النفسي. يعني كل الطلاب أنا كنشوفهم يعني مثل ما نقول حالتهم حالة. وبالنسبة يعني الأوضاع العسكرية، شنو آخر المستجدات؟ يعني واش كاين قصف، كاين انفجارات، كاين ضحايا، كاين ماذا؟ كاين ودابا المشكل انه كيقترب على مركز المدينة، يعني تقريبا حاليا على بعد 10 كيلو، لكن اليوم بدأوا يقصفون في وسط المدينة. والبارح يعني كان انه ايضا الاخبار جات انه القوات الاوكرانية ايضا ما عندهاش الامدادات اللازمة، ف يعني بدأوا شوية يتراجعوا إلى داخل المدينة، وهذا بالطبع يعني غادي يشكل خطورة على الطلاب المغاربة اللي كاينين في سومي. أولي بالطبع أنه وضعية المدينة ما زال أنه هي محاصرة، ما كانش اللي يقدر يخرج، ما كانش اللي يقدر يدخل، القطار ما زال، محطة القطار ما زال ما خداماش. وحاولنا بالطبع، حاولنا مع كل المنظمات، منظمات غير حكومية، الصليب الأحمر، حاولنا مع الكثير من الناس اللي حاولوا يساعدوا، لكن ما كانش الكل جاوبونا نفس الجواب اللي هو ما نقدرش دابا نوصل لكم. نعم، تقريبا لماذا سومي بقات هي يعني من بين ربما البؤر اللي كتشكل واحد الخطر على المغاربه؟ شنو الخصوصيه ديالها جغرافيا، عسكريا، استراتيجيا؟ جغرافيا كاين هو الطريق اللي كيدي لكييف، وهذا الطريق هو تحت سيطرة القوات الروسية، لكن بالنسبة للمدينة نفسها ماشي مركز حيوي يعني انه خصهم يسيطروا عليه، لكن هو ولكن السيطرة على اي مدينة هو معبر يعني. هو معبر بالضبط، لكن بنفس الوقت هي مدينة فيها كثافة سكانية، فأي مدينة يقدروا يسيطروا عليها هو نصر بالنسبة للقوات الروسية. لكن المقاومة اللي كانت وما زالت في مدينة سومي هي مقاومة يعني كانت مفاجأة بالنسبة للقوات الروسية.
يعني بشكل يومي يحاولون التقدم، لكن كتصدهم القوات الأوكرانية، واللي معلومات عندنا أنه هي يعني قدراتها محدودة جدا، لكن ما زال القوات الروسية ما لم تستطع التقدم يعني إلى داخل المدينة. نعم، شنو هي الصعوبات اللي كيلقاو المغاربة؟ واش من حيث التمويل، من حيث الدعم النفسي، من حيث الخوف؟ أعطينا الأجواء اللي كيعيشوها هاد الطلبة المغاربة، وأنت سيدي محمد أنت أقرب للناس ليهم وكتعمل بشكل الله يجازيك بخير، يعني ماشي بصراحة كاين صعوبات من كل النواحي. بداية يعني الطلاب الأغلبية العظمى عمرهم ما كانوا في شي وضع بحال هكاك بأنه حرب، فبداية الصعوبة النفسية يعني كاين الخوف باين. لما تكون صفارات الإنذار يعني الكل كيجري للملاجئ، ويعني عمرهم ما كانوا في حالة مثل هكاك، وبالتالي إنه يعني حتى الكل كان غير مستعد لهذه الحرب، يعني عمرهم ما كانوا يفكروا، وبالتالي ما الطعام قليل، الماء قليل، كل الإمدادات بصورة عامة أي نوع يعني تفكر فيه هو ما كاينش حاليا. المواد الطبية يعني كاينين الصيدليات اللي مفتوحة يعني قليلة جدا، وكاين الصف عليهم تلاقي 20 30 واحد واقفين على الصف. الفلوس نقد ما كاينش، فيعني والحالة تجي صعوبة يوما بعد يوم. واش باعتبار انه مدينة سومي فيها ماشي غير المغاربة ولكن عدد ديال المواطنين من جنسيات مختلفة اللي محاصرين هناك، واش ما كاينش مثلا تواصل مع منظمات انسانية دولية من اجل فرض واحد النوع من الهدنة حتى اخراج او اجلاء هاد المدنيين؟ كاينين جاليات أخرى، كاينين العرب عموما، وكاينين الهنود والأفارقة، يعني الهنود أكثر من 600 واحد، وكاين تواصل مع مختلف السفارات، لكن يوصلوا إلى نفس النتيجة أنه حاليا يعني الوصول إلى سومي غير ممكن، وحتى أنه السفارة الهندية حاولوا أنه يوصلوا إلى الطلاب عن طريق روسيا، لكن أيضا هذا في مخاطر أمنية كثيرة، صعوبات لوجستية، المحاولات كثيرة كثيرة جدا، لكن النتائج للأسف الكل يوصل إلى نفس النتيجة أنه حاليا من المستحيل الوصول إلى المدينة. انتم يعني كمغاربه تكتل يعني وكمجموعه يعني كيف كتصرفوا؟ واش كاين نوع من التضامن، نوع من التآزر، خصوصا هاد الوليدات سيدي محمد هادو يعني 19 سنه 20 سنه، هادو اللي ما كانش عندهم تجارب سابقه لا في حروب ولا ملاجئ ولا قصف ولا حتى اوضاع يعني مناخيه، يعني كيف ممكن كتعاملوا في مثل هاد الاوضاع الاجتماعيه الصعبه؟ كاين تضامن، طبعا كاين تضامن، يعني نحاول ننشر الأخبار بيناتنا، نحاول إنه واحد يعني يهدئ الآخر، لكن أيضا الوضع يعني الكثير منهم حاليا في صدمة من الأوضاع الحالية، ويعني أكثر شيء اللي هم باغين إنه يخرجوا. يعني حتى اللي كاين ما كياكلش ما كي عنده غي انه يخرج من هذه المدينة، فهي يعني شكلت صدمة. كاين التضامن، كاين يعني رسالات التشجيع من كل مكان، لكن لا اعرف يعني الى متى يعني راح يتحمل الطالب او الجالية المغربية بشكل عام، راح تتحمل يعني هذه المشاكل، الضغوط اللي كاينة، خصوصا مثل ما قلت لك انه الحرب تتقدم شوي شوي الى وسط المدينة، يعني لا سمح الله انه في حال انه صار يعني اشتباكات وسط المدينة، فيعني راح تكون نتائج لا تحمد اقباحها. كسؤال اخير سي محمد، كاين دائما في مثل هذه الامور كاين ما يسمى بالاشاعات، والاشاعات اللي ممكن انها كتحطم يعني المعنويات ديال هاد الوليدات هاد الطلبه من بينها، انه ربما كاين فرض ديال التجنيد ديالهم من باش يكونوا في الجيش الاوكراني، كاين مثلا التجمعات ديالهم، البعض كيخاف من انه يجمعوا اكثر من ثلاثه في نفس المكان، يعني كيف ممكن انتم كتحاربوا كمجتمع مدني، كيفاش كتحاربوا مثل هذه الاشاعات هذه؟ يعني هذه لا تقل ضراوة، لا تقل سوءا عن الحرب
العسكرية اللي جارية. المشكلة في هذه الحرب كانت حرب إعلامية كبيرة بين الطرفين، وبالتالي يعني كأجنبي في هذا البلد يعني تكون لا تعرف يعني أين هي الكثير من الناس يعني كيعيطوا وكيقول لك سومي انه ساقطه، كيعيطوا عليه نقول لهم لا ما كيناش يعني، وهذا بشكل يومي بشكل يومي يعني يقول لك انه هذا الحي صافي سقط، هذا الحي فيه القصف، هذا الحي ما اعرف شيء. هذه الحرب الاعلاميه يعني ايضا يعني اثرت بشكل كبير. يعني بالنسبه للطلاب حاليا تقريبا لا يوجد مصدر موثوق للمعلومات، وهذه مشكلة كبيرة، حيث كاينين بزاف اللي باغين يجازفوا باغين يخرجوا على شي حاجة سمعوها من مصدر غير موثوق. فبالتالي واحدة من يعني المشاكل حتى اللي عنده خبرة في مناطق الصراع، أيضا هذه الحرب الإعلامية كانت مفاجأة للجميع. ربما حتى مسألة التجنيد، لأنه هناك خبر كيقول بأنه كاين دعوات أو استدعاءات للمغاربة من أجل التجنيد الإجباري، ما نظنش هذه صحيحة. هذه لا أكيد هي ليست صحيحة هذه المعلومات. حتى لو يعني وصلت القتال إلى داخل المدينة يعني ما هذه معلومة غير صحيحة. لكن الكثير من الناس يعني مثل ما قلت لك إنه ما عندهمش الخبرة بهذا الموضوع، فبالتالي ممكن يصدق أي حاجة غادي يسمعها، وبالتالي يكون الخوف، وبالتالي إنه ما يخرجش وتكون عليها. يعني احنا المشكلة ديالنا حاليا مش وسط سومي، وإنما خصنا شي حل من برا سومي، حيث ما كاينش ما نقدرش نخرج، فالحل خصو يكون من برا سومي. فيعني بلا ما يشوفوا كاينين شي شركة ديال النقل ولا شي حاجة، هذه ما غاديش تنفعنا. خصنا الحل يكون دبلوماسي من برا سومي. فخلي يعني نطلب انه من الأهالي يكون الدعم عن طريق طلب حل دبلوماسي، هدنة، انه بحيث نقدر نخرج من المدينة. ما غاديش يكون عندنا شيء مشكل في النقل اذا كان هنالك هدنة ولو على الاقل 24 ساعة. ودعواتهم طبعا اكيد. طبعا ايضا خلونا على اتصال دائما، لكن نفس الوقت يعني لازم نعرف انه كان فرق الوقت، وخلي شوية يرتاحون هنا حتى الضغط النفسي شوية يقل عن الجالية المغربية، وإن شاء الله يفرجها عنا الله بوقت قريب إن شاء الله في أقرب وقت.